السلام عليكم ومرحبا بجماهير النادي الافريقي. ما ننساوش جمهور الكلوب افريكان الناس الكل، باش ان شاء الله انطلاقا من يوم الخميس الى غايه يوم الاحد باش تكون بيع التذاكر في شبابيك ملعب الاولمبي بالمنزه، انطلاقا من الساعه 7 صباحا حتى الساعه 4 بعد الزوال. يعني عندكم الوقت باش تاخذوا التذاكر نتاعكم ومن قاعه بوهيما برادس، قاعة المغطاة نتاع رادس اللي في نتاع الملعب النجم الرادسي، تنجموا تاخذوا فيها زادة التذاكر نتاعكم. ان شاء الله باش يكون البيلوز سعر التذكرة 20 دينار، ظهر لي سوم رمزي، سوم مقبول ياسر بالنسبة للجماهير نتاع كرة القدم التونسية وجماهير النادي الافريقي. هذا من جانب. بالنسبة لل كيف كيف نفس الشيء، الأونسانت سوبريور اللي هو المدارج العلوية ب30 دينار، بينما المدارج السفلية كلها تباعت على الموقع الرسمي للنادي الإفريقي. اللي باش ياخذوا تذكرهم الأونسانت لوطا راهو هذوكم تباعوا صيب، قات السوبريور راهي فرجة فيه ممتازة جدا، باش تحطوا في بالكم. كيف البيلوز راهي فرجة فيه شيقة جدا. بالنسبة للجماهير اللي تحب الكورة وتحب تتفرج وتحب منظر ممتاز جدا من البيلوز، بينما الفيراج يبقى ذوي الاشتراكات اللي هي نفذت عندها بطبيعة الحال من أول العام الناس اللي خذوا اشتراكات. ثم بعض من جماهير النادي الافريقي طلبوني وحبوني نكلم معناها نوصل الصوت نتاعهم، اللي راهو ثم العديد من الجماهير عاملين ابوني والابوني ضاعت لهم، يحبوا معناها يعاودوا يجددوا لهم الابوني نتاعهم. بطبيعه الحال اذا كانت تستظهر في الانترنت الموقع الرسمي نتاع النادي الافريقي اللي انت عامل ابوني، ظهر لي ما فيها باس باش الاداره نتاع النادي الافريقي يشوفوك. اذا كانك انت عندك ابوني قديم في الكلوب افريكا عملته في اول العام، ظهر لي يعاودوا لك يجددوا لك الابوني. شنو اللي فيها؟ هي ورقه الباج يعاودوا يعطوه لك، واللي انت معناها تجديد الابوني نتاعك وتمشي امورك في النوار. هذا المطلوب من اداره النادي الافريقي، نسهل الامور كل الحاجه الباهيه في هيكل الدخيل، ساهم في الدخله نتاع النادي الافريقي اللي باش تصير ان شاء الله نهار الاحد. المقابله باش تدور مع 7 نتاع العشيه، بصراحة مقابلة هامة وهامة برشا للنادي الإفريقي، مقابلة تخصنا وتهم تاريخ النادي الإفريقي، احنا اللي نستضيفه، لذلك لا سبيل إليه باش نفلتوا فيها المقابلة هذه. ما عندناش علاش نفلتوا في المقابلة ضد فريق الترجي، حكيت سابقا وقلت لكم راه الترجي ماهوش فريق فافوري على النادي الإفريقي، على الورق الترجي ماهوش فافوري. تحبوا نحكي لكم الأسباب؟ الأسباب واضحة وصريحة وماهيش صعيبة ياسر وما تتطلبش برشا مجهود. لاحظنا اللي فريق الترجي الرياضي تحصل على عدة ضربات جزاء، ما همش كلهم ضربات جزاء واضحين، لذلك الترجي الرياضي وقت اللي مشى مع الأهلي المصري وطالب بضربة جزاء ما عطاهوش الحكم ضربة جزاء، على خاطر في تونس تم تساهل نسبي مع فريق الترجي، وهذا لاحظناه حرمان النادي الافريقي من عدة ضربات جزاء ضد النادي الصفاقسي وضد الملعب التونسي. لاحظنا الترجي الرياضي تحصل على ضربة جزاء سهلة ضد فريق الملعب التونسي، وهذه ما ينكر فيها حتى واحد والجماهير كلنا نتفكروها. لذلك معناها ثم بعض النقاط أنا نراهم هدية لفريق الترجي، وثم بعض النقاط تحرم منهم النادي الإفريقي. النادي الإفريقي بالمشاكل نتاعنا كل بالأزمات نتاعنا كل ماناش فريق سيء، عندنا فريق محترم، فريق قادر باش يفوز في الوقت المناسب. صحيح زاد ماناش أقوى من الترجي باش ما نبداش ننفخ في صورة الملاعبية وفي الآخر لا قدر الله ننهزم وتقولوا راه جرتك أنت وأنت قلت رانا باش ننتصروا بكل سهولة، لا 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 حاشا وكلا، نكونوا أونيت مع جماهيرنا، رانا عندنا فريق على مقابلة ينجم يقدم كل ما عنده، عندنا فريق مع فوز البنزرتي ينجم يتبدل، ينجم تبدل الشيما تاع اللعب نتاعنا، راهو كانوا عندنا مدربين بصراحة ما همش في مستوى النادي الإفريقي. كان المدرب الأول السيبي كان نتفكروا في أول الموسم تغييراته كلها غالطة، هذاك علاش وقعت التغيير نتاعو. نفس الشيء الترجي الرياضي قام بتغيير المدرب نتاعو اللي هو معين الشعباني، من وقتها الخطه التكتيكيه نتاع الترجي دفاعيا نجحت، ولكن هجوميا الترجي قص، بينما النادي الافريقي
عملنا تغيير المدرب، جبنا منذ الكبير، زادت الامور تدهورت. بعد ما تدهورت الامور هذيا في اخر اخر الرمق قبل 6 جولات نغيروا المدرب وجبنا فوز بنزرتي اللي هو قيدوم المدربين في تونس، احسن مدرب في تونس بدون نقاش. اللي باش ينجم اللي باش يناقش في فوز بنزرتي راهو ما يفهمش كوره. فوز بنزرتي عميد المدربين في افريقيا مش في تونس بركة، احسن مدرب افريقي وبدون نقاش. ايراني في النادي الافريقي ايش تحبوا اكثر من هكا يا ملاعبيه؟ ما عليكم كان تجيبوا الانتصار ضد فريق الترجي الرياضي، وانا مرهاش حاجه غريبه ياسر باش النادي الافريقي ينتصر على الترجي، ماهيش حاجه مستحيله. زاد كيف كيف اذا كان فاجئنا الترجي بهجمات معاكسه، ونعرف الترجي يلعب الهجمات المعاكسه من يانساس ورودريجو، هذوما الوحيدين اللي قادرين باش يحثوا الفارق في فريق الترجي، مع حسام تقا كيبدا في وسط الميدان في فورما، مع الحارس مميش في صورة ما يبدا في فورما، 4 لاعبين قادرين باش يحطوا الفارق بالنسبة لفريق الترجي، واللي هما يعمل عليهم كاردوزو في الخطة التكتيكية نتاعو. الخطة نتاع الترجي اللي هي تعتمد على الهجمات المعاكسة وعلى الهجمة السريعة. باش نردوا بالنا راهو هجمات المعاكسة نتاع الترجي قدام اذا كان نحاولوا نسيطروا عليها مسيطرة مطلقة راهو نجموا ياكلونا بهدف ولا زوز. لذلك نردوا بالنا زادا، مش راهو باش نبدا نحط الامور وردية للملاعبية وللجمهور بعد تطلع لنا قرعة معناها وبعد تالي يقولوا يا ليتنا ويا ليتنا. لا لا، باش نحطكم في الصورة وباش نزيد نثبتوا الطريقة اللي يلزم يلعب بها النادي الافريقي. انا واحد من الناس بما انه الترجي يلعب على رودريجو، ورودريجو خطير جدا في الهجمات المعاكسه مع يانساس، لذلك النادي الافريقي الضعف نتاعنا الكبير جدا اللي هو محور الدفاع، وديجا مقابله الذهاب انهزمنا ضد فريق الترجي الرياضي بفضل الغلطه نتاع توفيق الشريفي اللي هو في محور الدفاع، انهزمنا عده مقابلات بفضل محور دفاع النادي الافريقي اللي هو ماهوش في قيمه النادي الافريقي، وان شاء الله في الميركاتو نعملوا انتدابات ممتازه جدا اذا كان هيكل الدخيل يحب يواصل. لذلك نطلب من فوزي بنزرتي، يا فوزي راني نبيل نجل سبور، راني اختصاصي كره قدم، راني فنان في كره قدم، راهو التكتيك الكل تلقاه عندي، نعرف انا ماهوش مسموح ليا باش نعطي النصايح لقيدوم المدربين، نعطي النصايح للمنظر الكبير، نعطي النصايح لمنتصر الوحيشي في المنتخب التونسي، نعطي النصايح لجلال القادري، نعطي النصايح لسعيد السابي، اما باش نعطي النصيحه نتاعي الفوز بنزرتي ما تصورش فوز بنزرتي قاعد ليا انا باش نعطيه نصايح. وانا نحترمك فوز بنزرتي ونحترمك، وحكيت معاه عليك في 1,000,000 فيديو جمهور النادي الافريقي يشهدوا بالشيء هذايا، حكيت عليك وقلت جيبوا فوزي راهو فوزي الوحيد قادر باش يفيد النادي الافريقي هو عبد الحق بن شيخه، وحاليا المدرب نتاع الاتحاد المنسيري اللي هو لسعد جرده. هذوما ان شاء الله في المستقبل القريب نتاع النادي الافريقي باش نحكيوا عليهم، على خاطر النادي الافريقي حبوها تقدم وبإذن الله تقدم انتصار على فريق الترجي وتمشي الأمور كزيد في كل ما المورال يطلع وترجع النادي الإفريقي اللي نحبوها. الطريقة التكتيكية بتاع النادي الإفريقي كما حكيت لكم راهو يلزمنا نلعب بخطة 5-3-2 ونسيح الفوزي بنزرتي. فوزي يا خويا راهو قلب دفاع النادي الافريقي ضعيف وضعيف جدا. نتصور اذا كانت تحط 3 في اللاكس اسكندر العبيدي انستوبر معاه الملاعب الشاب هذايا مكرم الصغير، والا تحط معاهم العمراني زوز في قلب الدفاع يكونوا قدامه وراهم رامي البدوي، تمشي اموال الامور معدله شوي نسبيا، خير ما نسيب رواحنا على خاطر باش نلعبوا خطه لورجيرا ورودريغيز ويانساس ينجموا يعديونا في الوسط في وسط قلب الدفاع بكل سهوله. نردوا بالنا، هذه النقطه الاولى، نقطه قوه الترجي الرياضي هجمات معاكسه عن طريق يانساس ورودريغيز. اكيد واحد فاهم اذا كان النادي الافريقي الامور مش مريقله راهو حط في بالكم، راه اي واحد فاهم قادر بس يسجل، راهي حط في بالك النادي الافريقي الانتصار نتاعنا ما عمره ما هوش يكون واحد بلاش، واحد بلاش حط في بالك راهو يولي تعادل 1-1. باش نقول لكم البروستيك نتاع المقابله، علاش نقول لكم اذا كان سجلنا هدف ومش تعمل على هدف فقط راهو حط في بالك التراجي عن طريق رودريغيز ولا يانساس راهو باش ينجم يعدل النتيجه، واذا كان الترجي الرياضي يسجلوا هدف عن طريق يانساس ورودريغيز راهو احنا في اللحظه ذيك واحنا فريق ماناش فريق نتاع ريمونتادا بصراحه. النادي الافريقي اللهم مع فوز بنزرتي عملناها مع النادي القربي، ان شاء الله تكون هذيك البدايه نتاع الريمونتادا نتاع النادي الافريقي، ولكن نحاولوا ناخذوا بالنا من الاول، نحاولوا ناخذوا بالنا من الاول ونردوا بالنا بطبيعه الحال بالتحكيم والاستزازات ولو ان بحضور جمهور النادي الافريقي راهو. وثم حاجه حطوها في بالكم لاعبيه النادي الافريقي،
راهي كرة قدم متعة، راهي كرة قدم متعة. وقت اللي كرة تضرب بمب يا أحمد خليل ويا حمد العبيدي ويا طيب المزياني، راهي متعة. ألعبوا على الجو يا خويا، احنا باش نشجعوكم، احنا كجماهير باش نعملوا جو، باش نعملوا لكم أمبيونس. شيمكم فينا يا خويا، احنا نعرفوكم فاشلين في الأصل، بس نسيت ديما تخسروا يا خويا، كان خسرتوا ولا غالب نعرفوكم هذاك مستواكم، ولكن كان نجمتوا تعملوا ان بور رياكسيون مع فوز بنزرتي اللي ماهوش يخليكم ترقدوا في المقابله، ولا ماهوش يخليك التراخي، ولا كدي شي تكتيك ماهوش يخليها. لذلك وقتها نولي انا واحد من الناس نعمل على شكون، نولي نعمل على شي ما تكتيك نتاع فوز بنزرتي اللي هي خطه 5-3-2 ثلاثة قلب دفاع ما فيهمش حتى نقاش. النادي الافريقي اذا كان نصو نلعبوا بخطه ثلاثة في قلب الدفاع رانا باش ننتصروا على الترجي. كما قلت لكم الواحد واحد حاصل بينات النادي الافريقي والترجي، ما تعبوش مخاكم جمله، نتيجه واحد واحد حاجه طبيعيه جدا. اول حاجه الترجي الرياضي كما قلت لكم مع رودريغو قادر باش يسجل ومع ينصاص، مو باش ما نتصدموش. النادي الافريقي قادر باش بالجمهور وبالمراوغات نتاع المزياني ومع الصغير ومع ايدو وخماطه الجمهور قادرين باش نجموا نعملوا نتيجه تعادل، والا قادرين باش نسجلوا قبل الترجي وتمشي الامور كزيد فوق الماء. هذا بحاجتي التعادل واحد واحد مضمون، يلقى شكون باش يفوز، يا اما الترجي واما الافريقي. الانتصار شنو يلزمه الترجي اذا كان باش يعمل على التعادل فقط واحد واحد والنادي الافريقي بحضور جماهيرنا، اما المقابله تكمل توفى بنتيجه واحد واحد وهذيك النتيجه اللي مش تحصل، والا النادي الافريقي يحاول يضغط في الضغط هذاك قادرين باش نسجلوا هدف ثاني والا الثالث، ما نستغربش. بينما الترجي وقتاش تنجم تسجل لنا الثاني والثالث نتاعها؟ هي يسجلونا وقت اللي احنا نوليو فاشكا وزهر في الدفاع، وقت اللي احنا في بالنا السيطره على الفريق المنافس اللي هي تتقدم القدام جمله. كيما الهدف نتاع النادي الصفاقسي هجوم معاكس. انا يا فوز بنزرتي عايش خونا فوز بنزرتي، رانا نحترموك وانا رانا ندافع عليك ديما الى تنتهي كره القدم. فوز بنزرتي عميد المدربين، عايش خويا من فضلك استاذ فوزي العميد فوزي اللي تحب انت فوزي نقدروك ونعرفوه. يا فوزي رد بالك او عندك ملاعبيه اذا كان يتخمروا يمشيوا القدام خاصه للدروا ولا للجوش، راهم يخلوا فراغات كبيره وكبيره وكبيره برشا. راهو الفراغات هذه اللي كان مش تخليها الرودريغيز ومش تخليها اليانساس راهم قادرين باش يسجلونا هدفين في الشوط الاولاني. انا نحكي ناخذوا الاحتياط نتاعنا، ماناش مزروبين على الانتصار، باش تحطوا في بالكم تي احنا ما ربحناش المنسير، باش نطمع باش ننتصر بكل سهوله في الترجي تي مو مش معقول. لذلك باش نردوا بالنا. فوزي بنزرتي راهو عندك ملاعبيه فاشلين في الارتداد نتاع الفريق المنافس، ما ينجموش يتمركزوا تمركز وقت اللي يسيطر. الكلوب الافريكاي يحب يسيطر ويحب يتخيل روحه اللي الزعلوني عنده ديمونتي، ان شاء الله ما يكورش الزعلوني الساعه، ان شاء الله يلعب عزيز الغريسي. كما قلت لك سكر بخمسه في قلب الدفاع ويخرج عزيز الغريسي ويخرج الحمروني كان مش يلعب، ولا ادم الطاوس لزارير جوش اذا كان مش يخرج، والا كان مش تلعب الملاعبيه الشبان نتاع النادي الافريقي لك الامر كله تنجم تتصرف خويا. ولكن بالنسبه لوسط الميدان تنجم تعمل وسط ميدان فيه احمد خليل ومعهم شهاب العبيدي معاهم غيث الصغير، هذا وسط ميداني يتسمى نسبيا هجومي. علاش؟ على خاطرك باش تسكر الدفاع نتاع الكلوب افريكاي واللي مضمنين على الدفاع نتاعنا اللي هو شقاقه اللي هو في الاصل ضعف النادي الافريقي في الدفاع. بينما المهاجمين انا واحد من الناس كي بداو في فورما بسام صرارفي ورشاد العرفاوي كينغسلي ايدو والطيب المزياني ومعهم حمدي العبيدي وعلي العمري ما خافش عليهم ريزاتا كون، وزيد عليهم اللي بور رجوسير اللي هو غيث الصغير. باذن الله النادي الافريقي كسيطره كتدوير كوره موجودين في تدوير الكوره، مش ندوروا كوره مش تمشي الامور سي بون ريغلا، ولكن ردوا بالنا ردوا بالنا من الهجمات المعاكسه. راهو عايشك من فضلكم يا بعتلي ما تدخلوناش، راهو احنا ما نبهناكمش، ننبهكم انا من تو، راهي الكلوب الافريكاني قد ضعف كبيره في الهجمات المعاكسه. ترجي نقطه قوه كبيره وكبيره جدا في الهجمات المعاكسه. شوف التناقض هوني، شوف الترجي عنده نقطة قوة كبيرة في الهجمات المعاكسة والنادي الافريقي نقطة ضعف كبيرة في الهجمات المعاكسة في التمركز الدفاعي. لذلك سي فوزي من فضلك رد بالك في التمركز الدفاعي وقت اللي نكونوا مسيطرين وتتفكرنا كورة هجوم معاكس، راهو ينصاص ينجم يراوغ زوز ملاعبية، راهو رودريغيز ينجم أقل باس من ينصاص يسجل هدف. دونك الملاعب البرازيلي وعنده فنيات برازيلية وردوا بالنا منه حتى في تسجيل الأهداف راهو يسجل. لذلك ان شاء الله ما يسجلش، ان شاء الله تصير له ضربه وتصير له حاجه ونرتاحوا منه هالملاعب هذا رودريغيز.
بقيت لاعبي الدرجه الرياضي اللي هما اللي نجموا ياهبطوا احتياطيين كيما بوقره ماهوش في المستوى كيما كان في الاولمبي الباجي. بن حمود كيف كيف نفس الشيء، ما همش شكل لاعبيه اللي معناها يخوفوا ياسر. الترجي كما قلت لكم على الهجمات المعاكسه قادرين ننتصر عليهم. بالنسبه للنادي الافريقي على السيطره وقوتنا هي وقت اللي نشدوا اللوزوج قدام ونسيطروا من نص الميدان حتى الهجوم، شويه تدوير كوره شويه باسات شويه مراوغات شويه من ومن، نجموا ديباسو روحنا. ولكن ردوا بالنا وقت اللي تتفكنا كوره في 18 متر نتاع الترجي، على خاطر سجلونا عدة أهداف مع الاتحاد المنستيري، مع النادي الصفاقسي ظهر لي باب كاشف الأهداف اللي تتسجل للنادي الإفريقي اللي هي على الهجمات المعاكسة وقت اللي تتفكرنا الكرة وإحنا نهاجمه. لذلك ردوا بالنا من هذه النقطة بالذات. راهو النادي الإفريقي وقت اللي يحب يسيطر ما يلزموش على روحه من تالي، يلزم تكون ثم تأمين بثلاثة لاعبين تاع اللاكس اللي قلتهم لكم، اسكندر العبيدي معاه الملاعب نتاع اللي جبناه من مستير ان شاء الله تفكروني فيه العمراني، وراهم رامي البدوي كاري بيرو. بالنسبه للريدروا نحطوا الملاعب نتاعنا عزيز الغريسي، اريرغوش نحطوا الحمروني ان شاء الله كان ارتاح، كان مرتاحش بطبيعه الحال باش يلعب القصاب والا الملاعب الشاب. ظهر لي عندنا اللاعب الشاب العياري صالح العياري كان يلعب، هو نتصور فوزي يعملها ويلعب العياري. اذا بالنسبه لوسط الميدان كما قلت لكم مع احمد خليل ومعاه وسام يحيى معاه الغايث الصغير، ثلاثه في وسط الميدان وزوز مهاجمين اللي هما كيغسلي ايدو ومعاه الطيب المزياني المعوضين بطبيعه الحال بسام اصرار في العرفاوي علي العامري وكيف كيف حمدي العبيدي. شوف اربع معوضين كبار ياسر وكورجيه، نزيدوا عليهم غايث الزعلوني نجم يلعب في الهجوم، كيامت معوض يلعب مهاجم، ما نعريوش رواحنا. المقابله راهي تنجم تشد كيما عم ناول سجلنا في دقيقه 87 كيف السنة زاد النجم، المقابله تنتهي في الاوقات الاخيره من الوقت، مش لازم مزروبين نسجلوا هدف وكله غاديك راهو ما عندنا علاش نزربوا. الترجي هو الفافوري، هو اللي في المرتبه الاولى، هو المطالب باش يفوز، مطالب باش يحاول يسيطر، ولكن مش نقعدوا نتفرجوا فيه. احنا حتى كان سيطرنا نسيطروا كالسيطرة نتاع تدوير كرة، هاي السيطرة وين؟ السيطرة وقت اللي تنجم تدور كرة وتخرج صاحبك على اليمين على اليسار، هذيك السيطرة راه، مش السيطرة تقدموا كلكم القدام وتخليوا الدفاع فارغ، راهو نقطة ضعفنا هي الهجمات المعاكسة، من فضلكم، ظهر لي أحمد خليل نصحناك مليار ألف مرة، تغطي على لي زاريا دروا وقت اللي يخرج يعمل مونتي، وكيف كيف وسام يحيى تغطي على الكوش وقت اللي يعمل مونتي، وشهاب العبيدي زاد قادر باش يكون عنده مكان في النادي الإفريقي إذا كان يلعب. بالنسبة لانتدابات النادي الإفريقي والأمر ذايا كان لازم يصير في النادي الإفريقي ويلزم تصير انتدابات وما فيهوش حتى نقاش، راهو عندنا الملاعب الحباسي حكاوا لي عليه بعض من جماهير النادي الإفريقي، إن شاء الله الحباسي يقع انتدابه من هيكل التخيل. تفرجت فيه المرة في المقابلة مع اتحاد بن قردان ضد نجم المتلوي، بالحق ملاعبي يصلح بالنادي الإفريقي. نتفكروا ظهر الحباسي كان يكور قبل في النادي الصفاقسي حاجة كي من هك. على كل حال الحباسي لاعب محترم، علاش ما نشريوهوش؟ ينجموا نشريو الحباسي ونزيدوا نثريو بيه رصيد البشري، عدة ملاعبية آية مالك قلت راهو يلزم نشريوه، آية مالك ملاعبي محترم، المناعي يلزم نشريوه ملاعبي محترم، وعدة لاعبين أخرين، لاعب مستقبل مرسى المهاجم، كل ملاعبي معناها يلعب في فريق متوسط نجموا نشريوه، ثم الملاعبي قلب الدفاع حمزة جلاسي لاعب النجم الساحلي اللي هو فادو كونترا نجمو نجيبوه، شكون كيما مثلا الملاعب الخضراوي نتاع الملعب التونسي اللي هو نجمو نجيبوه، كان لازم حتى هيثم الجويني كان يحب والا انا ما عنديش ثقه فيه هيثم الجويني بصراحه، هذا من الملاعبيه وثم ملاعبيه اخرين كورجيه قادرين باش نجيبوه. والنادي الافريقي راهو نزيدوا نثريو الرصيد البشري، ما نخرجوش الملاعبيه الكل بطبيعه الحال كي نعملوا ميركاتو، ما يلزمش راهو تسحب فريق كامل، تسحب نحيوا الملاعبيه اللي ماهمش قادرين يفيدوا في النادي الافريقي ونحطوا في اماكنهم ملاعب يفيدونا. واحد مثلا كيما أمارو لاعب اللي كان في الترجي يلعب في الملعب التونسي ملاعب يغول، هذاك يصلح للنادي الافريقي صدقوني ينجح مع النادي الافريقي وبدون نقاش، وان شاء الله بالتوفيق للنادي الافريقي في الديربي وان شاء الله نفرحوا الناس الكل. وختاما نقول لكم فيما فرزه الصيانه.